أتحول إلى السيد رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية. أكيد البورصة المصرية وسوق المال واحد من أهم يعني أوجه النواحي المالية غير المصرفية. حضرتك كان لك زيارات مؤخرا لعدد من الدول، منها أسواق عربية. نرجو حضرتك تضعنا في صورة البورصة المصرية، دور البورصة المصرية في تعزيز الخدمات غير المالية غير المصرفية. كيف يمكن جذب المزيد من رؤوس الأموال والشركات الكبرى للتواجد في البورصة المصرية؟ هل نحتاج إلى تشريعات؟ هل نحتاج إلى تعديلات تشريعية قريبا؟ تفضل يا فندم. مساء الخير، أحب أشكر دولة رئيس الوزراء على دعوتنا النهاردة، الدكتور فريد أيضا. البورصة المصرية مشاكلها أعتقد يعني معروفة عند الجميع، وفي الجولة الترويجية اللي البورصة عملتها الأسبوع اللي فات لدولة الإمارات العربية المتحدة قابلنا مجموعة كبيرة من المستثمرين. أجندة واضحة، إنه تشخيص المرض واضح عند الجميع، وإن إحنا عارفين إن إحنا إيه أوجه الإصلاح اللي إحنا محتاجين نتحرك فيها. وكان الرسالة إن في حاجات في مقدور البورصة المصرية وبالتعاون مع هيئة الرقابة المالية تقدر ان هي تحلها، وفي حاجات ايضا خارج نطاق البورصة ولكن تؤثر بشكل مباشر على البورصة. الحقيقة المشكلة الأساسية اللي احنا نقدر نقول عليها النهاردة هي ضحالة السيولة في وتداولات في السوق المصرية. ده بيؤدي لحاجات كثيرة تابعة ليها، من اهمها هو انخفاض اسعار الاسهم النهاردة والاصول في السوق المصرية. ضحالة السيولة يجب أن تحل بطريقتين أساسيتين. إن احنا نركز الأول على السيولة المحلية، وإن احنا نعزز السيولة المحلية من الشركات والمؤسسات الحكومية الوطنية، إن هي تقدر إن هي تضخ مزيد من الأموال داخل سوق رأس المال المصري. نتحدث عن شركات التأمين، نتحدث عن صناديق التأمينات الاجتماعية، نتحدث عن هيئات الأوقاف. فإذا هذه الصناديق إذا استطاعت إن هي تمول جزء كبير من التداولات اليومية للبورصة المصرية سنجد اختلافات سعرية كثيرة. الجزء الثاني وهو إن احنا لازم نرسخ ثقافة جيدة عند المستثمر الفرد اللي موجود النهاردة. وأنا يمكن يعني أعزز على كلام دكتور محمد فريد أن القبول التكنولوجيا المالية في عملية أعرف عميلك والديجيتال أونبوردينج بالذات جزء مهم جدا، إن احنا نقدر نجذب شرائح عمرية جديدة للسوق المصري. وأهم من كده إن احنا نعزز السيولة المحلية. يعني احنا بنطمح خلال الفترة القادمة إن احنا نرى في كل هاوس هولد مصري أو منزل مصري حد بيستثمر في البورصة المصرية، خصوصا من الشرائح العمرية المنخفضة. ده مش هيجي من غير وجود آليات تكنولوجية واضحة سهلة تسمح للشباب إن هم يدخلوا يستثمروا. الفيدباك اللي حصل عند الأجانب النهاردة، إن إحنا لما ابتدينا نتكلم طب إزاي نقدر نجذب السيولة الأجنبية، الرسالة الحقيقة اللي أنا لقيتها كانت إيجابية لحد كبير، إنه بمجرد إنجاز الإصلاحات الاقتصادية اللي بتحصل خلال الفترة دي الأجانب هيدخلوا تاني. تمام، يبقى إذن إحنا تحدينا ليس في دخول الأجانب، لكن تحدينا في بقائهم. هيقعدوا قد إيه؟ هل هيدخلوا عشان يستفيدوا من فروق أسعار لمدة أسابيع قليلة، ولا بنقدم لهم فعلا فرصة استثمارية جيدة إن هم يكملوا استثمار في الأسهم المصرية؟ هو ده التحدي الأساسي اللي جالنا. يندرج بقى تحتيه التحديات الكثيرة، منها سعر الصرف هيخلص امتى. يمكن المبادره الجيده من البنك المركزي في عقود التحوط للعملات مبادره مهمه جدا، محتاجين ان احنا نرى تنفيذها على اليات الاسهم وادوات الدين الثابت سريعا حتى يستطيع المستثمرين ان هم يقدروا يستعملوها. ابتدينا نرى في كثير من المناقشات احنا هنشوف امتى طروحات جديده للسوق المصريه. كانت وجهة نظري الشخصية أنها بسيطة جدا، أن مالك الأصل النهاردة لما يجي يبص على قيم الأصول الممثلة في البورصة المصرية بالتأكيد لن يأخذ القرار بسرعة أن هو يطرح هذه المشاريع، ولكن لازم أن احنا نتحرك بشكل مختلف شوية. يبقى إذن لو وفرنا السيولة ونقدر أن احنا نرفع معدلات السعرية للأسهم المثيلة، ده يدي حافز للمساهمين المالكي هذه الشركات الوطنية إن هم يطرحوا
هذه الجزئية. ربما ان احنا نفكر ان احنا طب بدل ما نطرح الحصة الكبيرة مرة واحدة نطرح حصص صغيرة على عدة مراحل، بحيث ان احنا نحفز المستثمرين، نوجد نوع من انواع الجدية امام المستثمرين وجموع الرأي العام، انه لا احنا بنطرح النهاردة 5% ولكن بعد مرحلة هنطرح 10 15 20، بحيث ان احنا نقدر نطرح كمية كبيرة. يبقى إذن نقدر ان احنا يعني نتفادى التخوف الموجود النهاردة عن متخذ القرار في هذا الشأن. احنا محتاجين في البورصة بقى ان احنا نتحرك على نفسنا اكتر، ان في حاجات هامة يجب ان هي تتعمل، ودي فعلا بنوثق فيها مع هيئة الرقابة المالية. زي دكتور فريد قال، سوق المشتقات المالية على الاسهم في المرحلة الاولى ده جزء مهم جدا ومطلب اساسي عند المستثمرين الاجانب كمان قبل المصريين، ان هم لازم يتحوطوا من التحركات السعرية. آليات موجودة غير مفعلة ان احنا نجدد تفعيلها زي الشورت سيلينج، الماركت ميكينج، كل دي مطالب اساسية ان هي تكون موجودة. مطلب بقى اساسي جدا عند المستثمرين الاجانب وهي تطوير قدرات علاقات المستثمرين الحقيقة، خصوصا عند شركاتنا الوطنية البلو تشيبس الكبيرة اللي موجودة في مصر. المشاكل بقى تندرج من انه بنكلم الشركه ما بتردش، ما بيطلعوش في ما بيتكلموا مع المستثمرين، ما بيتكلموش مع المحللين الماليين اللي بيغطوا الشركه، ما بنشوفهمش، ما بنسمعهمش، ما نعرفش حاجه عن الشركه، كل البيانات باللغه العربيه، ما بنعرفش حاجه عن، فكل ده يجب ان يتم تغييره، هذه الثقافه ان مسؤول علاقات المستثمرين في شركاتنا الحكوميه هو مسؤول الأول لتسويق سهم شركته. فإذا لم يكن على دراية كافية بالمعلومات، إذا لم يكن له وصول مباشر للمعلومات، مش هنلاقي مستثمر أجنبي يطرق باب هذه الشركة بشكل مباشر. ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، الكل أجمع على أنه الاقتصاد المصري ما فيهوش مشكلة فاندمنتال، مستنيين الإصلاحات الاقتصادية إن هي تحصل علشان نقدر ندخل مرة تانية. التحدي الكبير النهاردة ان احنا نقيهم مرة اخرى لفترات طويلة. بكل المقاييس بنقول ان البورصة المصرية النهاردة في وضعها الحالي ما زال فيها فرص استثمارية لمن يحمل الجنيه المصري، لمن يحمل العملة الوطنية، هي استثمار جيد جدا على المدى الطويل لكافة الشركات الوطنية الحكومية ان هي تقدر تطرح المزيد من الاموال داخل البورصة. أنا مش عايز أطول أكتر من كده لحد يحب يعقب على الكلام. شكرا جزيلا. أشكر حضرتك شكرا جزيلا السيد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية على هذا الاستعراض الحقيقة أو توصيف للحالة الخاصة بسوق المال المصري.